حروب أمريكا تكلفت 7 تريليون دولار والعالم أقل أمنا. حروب أمريكا ضد الإرهاب ضد الآخرين هي حروب تكلفت الكثير جدا جدا جدا، أرقام كتيرة لكن تريليونية. تكاليف الحرب الأمريكية أو حروب أمريكا أو حروب 11 سبتمبر في تقدير عند الكونجرس الأمريكي، تقدير عند البنتاغون، تقدير عند البيت الأبيض. لما نشوف كل تقدير هنلاقي إن الكونجرس الأمريكي بيقول إنه 1.7 تريليون دولار إجمالي نفقات أو إجمالي تكاليف حروب أمريكا، 1.7 تريليون دولار، ده كلام الكونجرس. طبقا للكونجرس حرب العراق الرئيس بوش الابن قال هتتكلف كام؟ 50 مليار دولار. الحقيقة كام؟ 650 مليار دولار. شوف بقى التقدير، لما حد يقدر حرب بتاخد 50 مليار، تطلع مثلا 60، تطلع 70، تطلع 100، يبقى الضعف. انما تخيل ان بوش الابن يقول حرب العراق هتكلف في زي الأمريكية 50 مليار دولار، تبقى التكلفة 650 مليار دولار، يعني قد حرب فيتنام تقريبا. حرب فيتنام 680 مليار دولار. ده كلام الكونجرس الأمريكي إنه 1.7 تريليون دولار. البنتاغون بينزل شوية بالرقم إلى 1.5 تريليون دولار إجمالي تكاليف الحروب الأمريكية. إنما الرئيس ترامب بيقول كلام تاني، بيقول 7 تريليون دولار. قبل كده قال 6 تريليون دولار، دلوقتي بيقول في 2018 إن إجمالي تكاليف حروب أمريكا كام؟ 7 تريليون دولار، وده رقم خرافي. ده معناه أمريكا دفعت كتير جدا جدا من أجل أن يصبح العالم أكثر أمنا كما تقول أمريكا، إلا أنه رغم الإنفاق المذهل ده 7000 مليار دولار أو 7 تريليون دولار العالم أقل أمنا. في تحليل ذلك ما يلي. نمرة 1، الرئيس ترامب ممكن يكون بيبالغ، بيقول لك 7 تريليون دولار عشان هو عينه على أن ياخد فلوس تعويض، عينه على التعويضات وعينه على نفط العالم العربي. اتكلم قبل كده وقال انه عايز نفط العراق، واتكلم قبل كده وقال هو عايز نفط ليبيا، واتكلم قبل كده وقال انه عايز يدفع السعوديه تكاليف حرب سوريا وغيرها، واتكلم قبل كده وقال انه عايز يدفع اليابان وكوريا الجنوبيه تكاليف الحمايه. خلينا هنا، هو اتكلم على انه امريكا يجب ان تاخذ نصف بترول ليبيا، وانها تاخذ معظم بترول العراق، وإن السعودية تصرف على الحروب السابقة والقادمة في المنطقة. ده كلام معلن للرئيس ترامب. فوارد، وإحنا بنحلل علميا هذا الموضوع، نضع في الاعتبار إن قد يكون الرقم أقل من كده بكتير، بس الرئيس ترامب بيزوده وصله 7 تريليون دولار علشان ياخد أرقام كبيرة من الميزانية العربية أو الآسيوية أو الأوروبية اللي هم كمان هيدفعوا تكاليف وجود أمريكا في الناتو. نمرة 2، وارد إنه لا، وارد العكس، إن التكلفة ممكن تكون 10 تريليون دولار وممكن تكون 12 تريليون دولار، وإنه أمريكا بتقلل الرقم لسبعة، أو زي البنتاجون لواحد ونص تريليون، أو زي الكونجرس لواحد 7 تريليون. إن كل ده هدفه الرئيسي إنه هو يبين للشعب إن التكاليف مش كبيرة. فوارد يكون إن الرقم كبير جدا، وإن الحكومة الأمريكية أو مؤسستها بتقول إن الرقم قليل. يبقى في احتمال إن يكونوا يبالغوا في الرقم عشان ياخدوا أموال كتيرة من العالم العربي وآسيا وأوروبا. وارد يكون الرقم كده فعلا أو أكتر من كده، إنما هم قلقانين من الرأي العام الأمريكي. نمرة 3، الحروب اقتصاد. يعني دلوقتي واضح تماما ان مثلا حرب العراق الامريكان قالوا 50 مليار، لما حاربوا اتكلفت كام؟ 650 مليار. حرب فيتنام قالوا كام في الاول؟ 3-4 مليار.
وصلت كام؟ 680 مليار، أرقام خرافية. حروب الحادي عشر من سبتمبر قالوا هتبقى كام؟ هتبقى حاجة قليلة، كام مليار؟ انتهت لكام؟ لسبعة تريليون، لأن الحرب مكلفة جدا جدا في العصر الحديث والمعاصر. الصاروخ الواحد ممكن يتكلف، صاروخ كروز الواحد $1,000,000. شوف بقى، انت ممكن ترمي 100 صاروخ يبقى دي $100,000,000. رميت 1000 صاروخ بتتكلم على 1,000,000,000 دولار، يعني $1,000,000,000. تتكلم على الطيارة F-35، تكلفة الطيارة ممكن تصل إلى أكتر من $100,000,000. الدبابة الفرنسية الحديثة أكتر من 10,000,000 يورو. أرقام، شوف بقى كام دبابة وكام طيارة وكام صاروخ، احسب بقى كل حاجة، اضرب بقى $1,000,000، 5,000,000، 10,000,000، 100,000,000. بترمي أرقام ضخمة جدا في الحرب. الحرب مش بس دم، إنما الحرب أيضا مال. مثلا الحرب العالمية الأولى اتكلفت قد إيه؟ رقم معقول جدا، $250,000,000 بأرقام دلوقتي، $250,000,000. لكن الحرب العالمية الثانية كام؟ 4.1 تريليون دولار. عفوا، رقم الحرب العالمية الأولى $250,000,000,000، يعني $250,000,000,000. يبقى الحرب العالمية الأولى $250,000,000,000. الحرب العالمية الثانية تكلفت 4 تريليون دولار، أكتر من 4 تريليون دولار. نيجي نلاقي إن حروب 11 سبتمبر 7 تريليون دولار، يعني تقريبا ضعف تكاليف الحرب العالمية الثانية كلها. إذا بنتكلم زيادة كبيرة جدا في الإنفاق مستمرة، وصلت إلى هذه الأرقام الخرافية. النقطة الأخيرة في هذا التحليل، إنه هذه الحروب لماذا؟ يعني أمريكا مثلا لما احتلت العراق، غزو العراق في 2003، عشان إيه؟ أي حد هيناقش هذا الموضوع، كل السادة المحللين هيقولك عشان البترول. طيب البترول ده عرض على بوش الابن بسعر $10 برميل، يعني سعر خاص لأمريكا، كان كل بترول العراق كله ممكن يصل إلى $1,000,000,000,000 فقط. طب حد يصرف 4 تريليون، اللي هو تقدير جامعة هارفارد والسينجلز معاهم، 4 تريليون في حرب؟ هو أصلا كان ممكن ياخد كل عوائد النفط وكل النفط ده ب1 تريليون. يبقى إذن في أسباب مش اقتصادية في الحروب المعاصرة، إما نخبة مستفيدة أو مجموعة يهمها هذا الموضوع أو فكر عقائدي أو ديني أو مذهبي أو سياسي أو استراتيجي. مش بالضرورة كل ما نيجي نحل الموضوع نقول النفط، لأن في هذا الموضوع ما يبانش النفط هو الموضوع، لأن كل نفط العراق بالديل اللي عرضه، بالعرض اللي قدمه نظام صدام حسين، كان ممكن يكون بربع تكاليف الحرب الأمريكية على العراق. يبقى إذا الموضوع مش نفط فقط، لكن النفط طبعا جزء من الحرب، إنما يبدو أنه نفط زائد حاجة تانية، زائد الدين، زائد المذهب، زائد الثقافة، زائد الإرادة، زائد صراع دولي بين القوى العظمى. إنما لا يكفي تبسيط الأمر بأنه فقط صراع على النفط، هو صراع جزء منه النفط لكنه يتجاوز النفط بكثير. إذا نحن إذا رقم جديد لتكاليف حروب أمريكا، حروب الحادي عشر من سبتمبر، 7 تريليون دولار، تقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عندنا التقرير الأولاني من CNN حول بعض ما تحدثنا عنه في هذا التحليل.